السلام عليكم، نتمنى من الله عز وجل انه هادشي اللي كيدور دابا حاليا، لانه اسماعيل متشرد، فهادشي لا يمت من الصحة. فالحمد لله، يعني تلبس دي باردور، تلبس كاسكيطات، تلبس كمامة، تنخرج عادي كنشوف الناس، فما ما كاين حتى شي حاجة من هادشي. بعد تسريب صور لإسماعيل بالمعلم لاعب فريق الرجاء البيضاوي تظهره في حالة مهترئة وبثياب بالية، تداولها نشطاء فيسبوكيون زعموا أنه فقد عقله وأنه يعيش متشردا في أزقة والدروب البيضاء. خرج بالمعلم في فيديو مصور يفند فيه كل هذه الادعاءات، وأكد لاعب الرجاء السابق البالغ من العمر 32 سنة الذي ظهر بالفيديو عشية اليوم الجمعة أنه في حالة صحية جيدة رفقة ابنيه وزوجته، مشددا على أنه بخير ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو مشاكل جسدية ولا يعيش التشرد كما يدعي البعض، مشيرا إلى أنه كباقي المواطنين المغاربة يتخذ التدابير الاحترازية بالالتزام بالتعقيم ووضع الكمامات عند خروجه من المنزل، وأضاف أنه يتمتع بصحة جيدة ويعيش حياة طبيعية، يهتم بأفراد أسرته، مطمئنا جمهور فريقه الرجوي وكل المغاربة بأنه في حالة جيدة، مطالبا مروجي الإشاعات والأخبار الزائفة بالكف عنه لأنه ينعكس سلبا على صحة ونفسية الأشخاص ومقربيهم، ولا ينفع أي جهة ترويج مثل هذه الإشاعات.